الحالة بعد كده. أنا جايب اللعبة دي مهمة جدا جدا عشان نشوف هنا حالة مهمة جدا جدا، وأنتوا كلكم لعبتوا كورة بسم الله ما شاء الله على مستوى كبير، سواء كان في النادي الأهلي أو في المنتخبات. ودي حالة تحكيمية للشرح وللتفصيل يا كابتن بلال. عندنا إحنا كمحاضرين بنقول حاجة مهمة جدا. إنذار التحايل ليه معايير عشان تدي اللاعب إنذار يا كابتن عادل؟ لابد إن يكون في معايير. أنا هجيب اللعبة دي في الأول. هو وقع عادي. وهشوف. مظبوط. هناك فرق كبير جدا بين اللاعب يصنع التحايل هو صناعه. صح. وان اللاعب بيتفادى ان انا بنط عشان خاطر ما اصابش. مظبوط. لان هو لو نط غلط لو ما نطش ممكن يصيب، ولكن انا همشي في اللعبه دي واحده واحده. بص يا كابتن، العاده جايه هتبين. انا نزلت هنا عديت وبعدين نطيت ونزلت على رجل يمين، هنا حصل اختلال توازن، سقوط نتيجه عدم توازن من الجري ومن اللاعب نط، وبالتالي هنا مفيش اي تمثيل او اي حاجه. هو لو عايز يلعب الجزاء كان خبط نفسه في بالظبط كده، كنت وديت رجلي ناحيه لكن هو بيتفادى يا محمد. هو انا بقول الكلام ده يا كابتن اسامه، انا بتفادى وبنط هنا، بنط بايديا، شوف هنا وعلى اخر نقطه هو بينزل على رجله اليمين، نشوف كده سهل كان تمام. وبعدين مفيش بقى مانع يعني، مفيش اي شيء طبعا. هنا بنقول ايه مهم جدا جدا إيه؟ احنا نفرق الحكام ما بين السقوط المصطنع والتحايل فعلا، وان هنا السقوط نتيجه انا بفادي نفسي او حاول ان انا اقع، بيفادي حارس المرمى من اصابه، وحارس المرمى ده فرق كبير هنا. انذار طبعا، انا شايف ان هنا انذار، مع ان هو زي ما الكابتن شريف بيقول هو لو كمل عادي ضرب الجزاء، لانه هو يعني انا هو عارف بس هو تاولة ومشي في طريقه زي ما هو كده ضرب الجزاء، كان حصلت المخالفه ان هو زق الكوره، هو زق الكوره بالظبط، مش عايز يعور حارس المرمى بالظبط. ولكن انا شايف ان انذار غير مستحق، ونفرق يا جماعه حكامنا، نفرق ما بين، لان هنا لو عنده بطاقه قبل كده او لو عنده بطاقه في الماتش يعني قبل دي كان خد البطاقه الثانيه وكان اتطرد، يوم الثاني هو مش هيلعب ماتش. مهم جدا جدا في الحالات اللي هي يا جماعه التحايل ما كانش بنسبه 100% انا ما طلعش البطاقه، من فضلك يا محمد يا يوسف. اللي بعد كده بقى انت انا اسف، معلش برجعه، تعالي كده معلش برجعه، راجعني ثاني معلش، هات لي الحاله دي ثاني، سامحني ثاني، ستوب، لا اللايف يا برجعه، معلش اللايف معلش اللايف يا برجعه، ستوب بس. فين الحكم؟ مش موجود في الكادر. ورا خالص. يعني انت عاوز تقول لي انت كحكم انت شفت التحايل؟ شفت التفاصيل دي كده؟ هو ورا شويه. شفتهاش؟ هنمشي برجاو معلش، بص هو بيعدل نفسه عشان شوية كابتن. لسه بيعدل، هنمشي برجاو معلش، نمشي. هو لسه بيعدل نفسه، ستوب يا كابتن. هو بعيد. هو كده بعيد. طالما الحكم بعيد يا كابتن، انا انت شككتني في القرار. هنا بطاقة خاطئة غير مستحقة بأمانة للتحايل للاعب النادي الأهلي بيرسي تاو.